الراجل يا عيني يحاسبوه عشان قال ان فيها 600 مليار. دي حاجه بسيطه جدا، 600 مليار دي حاجه يعني في الوقت ده كان الدولار بكام؟ 7 8 جنيه. يعني اطلعوا كام يا شباب اسعفونا باي حاجه. 600 مليار على 8 فيها كام؟ يقول 56 يعني 70 مليون، صح كده 70 مليون دولار مثلا ولا حاجه، ولا 700 ولا كام؟ سبحان الله يكرمكم. كم؟ 75 مليار مليون صح؟ ولا 75 مليار، 70 مليار دولار، مبلغ فكه يعني زي اللي بيصرفه اسمه ده هو محمد سلمان في على القصور والكلام ده. واحد بقيت لي بيقول لي هو انتوا بتجيبوا اخبار السعوديه؟ ما بجيبش حاجه يا بيه، ده هي الاخبار اللي بتجي لنا والله، لا بنجيب ولا بنعمل. احنا نقدر ونحب ونفتخر بان احنا اصدقاء واشقاء للشعب السعودي، طبعا مفيش كلام، دي بلادنا، بلاد العرب اوطاني. لكن تخيل ده هشام جنينه بيتحاسب على تهمه انه اعلن ان في فساد. وبعدين تخيل بقى السيسي يقول لك الفساد، مش هقول لكم بقى اوه الفساد اللي بيعمل كده. طب انت هتعمل ايه في البلد دي؟ وده اللي بقول لك عليه عزيزي المشاهد دايما، ان القصه مش كده. انت فاهم ان السيسي هيبني دوله؟ مش هيبني دوله. هيعمل حاجه نظيفه؟ مش هيعمل حاجه نظيفه. لانه لو عايز يعمل حاجه نظيفه يطلع هشام جنينه من السجن ويقول له تعالى عالج الفساد، صح ولا لا؟ ده الطبيعي. لكن تتوقع ايه من ناس فاسده قصاد واحد بيقاوم الفساد؟ اقول لك